برعاية كريمة من سمو الشيخ خلول وبن خليفة بن سلمان آل خليفة وبتنظيم من جمعية النور للبر أقيم بالجمعية حفل ختام جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية وذلك بحضور لفيف من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين بالمملكة وكانت تصفيات الجائزه قد اقيمت خلال شهر رمضان المبارك بتنظيم من جمعيه النور للبر وفقا للاجراءات والتدابير الاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث اجريت التصفيات في تقييم المتسابقين عبر تقنيه الاتصال المرئي. وفي كلمه له بهذه المناسبه قال معالي الشيخ خالد بن علي ال خليفه وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف ان هذه ان هذه المسابقه تحمل اسم صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان آل خليفه عرفانا لسموه وتقديرا عميقا لبذله وعطائه الطويل في خدمه الدين والوطن. كما وجه معاليه الشكر الى جمعيه النور للبر ممثله ممثله برئيستها الشيخه لمياء بنت محمد ال خليفه رئيسه اللجنه الدائمه للمسابقه وجميع اللجان العامله فيها على التنظيم الرائع للمسابقه القرانيه بهذا القدر من النجاح في ظل هذه الظروف الاستثنائيه. بعد ذلك القى الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنيه كلمه اشاد فيها بمناقب فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه وببصماته الواضحه للعيان في ارض مملكه البحرين والتي ساهمت في تطورها وازدهارها مشيرا الى ان المسابقه ستبقى علامه متميزه نتطلع الى استمرارها في الاعوام القادمه بعد ذلك ألقى الأستاذ جمال داود مشرف التنسيق والمتابعة بالجائزة كلمة بالنيابة عن الشيخ لمياء بنت محمد آل خليفة رئيسة جمعية النور للبر أشارت فيها بمبادرة سمو الشيخ لولو بنت خليفة بن سلمان آل خليفة لإقامتها هذه الجائزة القرآنية تخليدا لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأشارت الشيخ لمياء إلى أن هذه المسابقة ستكون بإذن الله تعالى مجالا خصبا للتنافس الشريف بين حفظه القران ومجوديه سنويا. ثم تم عرض تقرير مرئي عن الجائزه وبعد ذلك قام معالي الشيخ خليفه بن راشد ال خليفه نيابه عن راعيه الحفل بتكريم اعضاء لجان التحكيم والتنظيم والفائزين بالجائزه.